عندي 15 سنة من 10 سنين. أختكم في الله سمية الكرام، اليوم تم انتخابي ككاتبة إقليمية في المنظمة المغربية للرائدات، وهذا بطبيعة الحال هو عبارة عن تكليف وليس تشريف كما قيل في المؤتمر، وكما هي مسؤولية منصدرة منا جميعا. هذا المؤتمر هذا حقيقة جاء نتيجة معاناة منه المرأة في مجتمعاتها مدة طويلة من التهميش، مما سبب في انعزالها وابتعادها عن الفعل الاجتماعي، وكذا حصر دورها في الأعمال البيت فقط، وهذا كل شيء جعلها تتحول إلى طاقة مهملة إن شئنا القول، محدودة الأفق وعضوا مسلولا غير قادر على العطاء والإبداع. من هذا المنظر هذا كنحاول ما أمكن أن نكون نساهم ولو بالجزء اليسير في تغيير هذه الوضعية هذه، ورجوع المرأة ورفع المؤتمر داز في ظروف مزيانة لما كانت له من أصوات ديال الديمقراطية. طبيعة الحال دائما كيكون الانتخاب كيكون الرضا وعدم الرضا، وهذا شيء طبيعي لأنه هو شيء كان ظاهر، والحمد لله احنا دائما نؤمن بالديمقراطية والفرز بين الأصوات وما أنتجه الآخر ما معنا. الموضوع يلزم منذ البداية، إلا أنه في الأخير طبيعة الحال لا بد كما أشرت أنه كاين واحد الرضا وعدم الرضا، ولهذا قل الحضور. الحضور كإجباري كان تقريبا ما يقارب 150 عضو، يعني من الإناث وكذا الذكور. تم انتخاب المكتب اللي كيشمل بطبيعة الحال رائدات وكتمثل الأسماء ديالهم فيما يلي: أسماء سقار، بشار السلوى، إيمان الشادي، سعدية النوبة، وأيضا انتصار ياتزو، والنائبة التي نشكرها جزيل الشكر من هذا المنبر إلهام الرابع. وكنتمنى أن نكونوا عند حصن منظم ديال الناس اللي عطاونا الأصوات. النائبة الإقليمية. نائبة من بوجنيبة ولا من الإقليم ولا؟ نائبة؟ لا، النائبة من بوجنيبة، وإذا نحترم التعدد المقاربة التعدد ديال المجال الجغرافي ضمن الناس ديال بوجنيبة وكذلك خريبكة وأيضا وطزم، وحتى لا ننسى مدينة أبي الجعد اللي تم الالتحاق ديالها نظرا للغياب ديالها اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنه كان هنايا كصوص قارب أن الناس يدخلوا معنا ديال خريبكة في المكتب، ولكن كتبقى دائما أصواتي اللي كتحكم.